هل يفترض لي أن كل هذا الجهد الخفي هو الذي يمكننا من أن نلتقي مثل هذا اللقاء البهيج فعلا بهيج بحكم المعرفة التي استكن فيه وبهيج بحكم المقاصد الإنسانية الكبرى التي تتجاوز الجانب المعرفي المحدود فهذا بالنسبة لطلبتنا جزء من تكوينهم المواطن سواء في تونس أو المواطن بمعنى المواطنة العالمية الجديدة التي تتبلور الآن أرجو لكم التوفيق في أعمالكم وفي ندوتكم هذه وإلى اللقاء المقبل بعد سنتين إن شاء الله ولكنني لن أتكلم حينها لأنني لن أكون من جمع. Cette brillante intervention et je passe donc la parole voilà on s'arrête pour le moment pour ensuite commencer la première séance de travail. Merci.